أقيم بالمجلس الأعلى للثقافة حفلا لتأبين الراحل أنيس منصور بحضور دكتور عاطف العراقي والكاتبة الصحفية منى رجب وعدد كبير من الكتاب الصحفيين. أنيس منصور بيمثل قامة ثقافية جميلة. طلعت وأنا صغير لسه صبي بقرأ له كتب جميلة بيتكلم فيها عني، عن الحياة، عن المستقبل، عن مصر، عن الفلسفة اللي كنت بحبها وأنا صغير. ولو كتاب جميل عن الوجودية، كان في يوم ما الوجودية دي في مصر في القرن العشرين الناس كلها بتتكلم عن الوجودية ولكن وجودي مش فاهمين يعني ايه وجودية. عمل كتاب جميل وضح لنا يعني ايه الوجودية وازاي هي فلسفة جميلة، فلسفة المسؤولية، انت حر فيما تفعل ولأنك حر فأنت مسؤول عما تفعل وبالتالي انت مسؤول عن أعمالك. ده شيء جميل، المسؤولية دي مطلوبة يعني. غير كده بقى كتبه الجميلة ورحلاته الكتيرة يعني دي، أنا برضو كنت غاوي رحلات فاستفدت من كتبه، وكتب الضخمة أعجب الرحلات في التاريخ، طلع البدر علينا، أطيب تحياتي من موسكو، 200 يوم حول العالم. غير كده برضو كتابه عن صالون العقاد. أنيس منصور علاقتي بدأت بيه عام 1959، يعني تقولي قربنا 55 سنة، وأنا كنت في صحفة في الإسكندرية وهو يكتب باب الأدب، فيعني شاءت الصدف إن كان هناك شاعر كبير عظيم اسمه عبد الرحمن شكري، وهو يعني تبنى العقاد والمزني، ومش عايز أقول يعني رائد مدرسة التجديد، المهم فبعت له هذه الرسالة، فلأول مرة في تاريخي يصل إلى الإسكندرية عشان يشوف الراجل، كان بيموت الراجل في سيدي بشر يعني. فلأول مرة ومن ساعة التاب أصبحت الإسكندرية عند أنيس منصور حبه، وحتى يعني تعرف يعني على زوجته أصبحت كذا يعني، فالإسكندرية هي الحب كله والبحر كله. فيعني علاقتي بدأت من الإسكندرية إلى أن يعني وصلت إلى، جئت إلى القاهرة، تركت الإسكندرية 9 يوليو 69، فاحتضنني أخ يعني طول العشرة العمر معايا ديت، أخ عظيم وإنسان وخدوم ومش حقود، ويديك الفرصة ويديك الأمل. بتبع لمدرسته الجد وإيه من كل ده، لكن في النهاية حسيت إن وجودي واجب، فكانت كلمتي اليوم عبارة عن مكالمة تليفونية إذا أردت بيني وبينه، ربما تكون حقيقية، ربما تكون من محض الخيال، وربما تكون مزيج من الاثنين معا. الأستاذ الحقيقة أكبر من تكون سيرته وذكريات كل منا معه كلمات جوفاء قد تجذب، وغالبا وتجذب كثيرا وتصدق قليلا. أنا أعتقد أن الأستاذ كتب كل شيء يريد أن يكتبه، أو إن أردت أن أكون موضوعية كتب كل شيء إلا قليلا، فهو يرتاح إلى هذا التعبير، ومن يملك الخلفية الفلسفية فيمكنه أن يقرأ حتى هذا القليل. الكاتب أنيس منصور هو الكاتب السهل الممتنع، ستظل كلماته في قلوبنا جميعا. إنجي خالد، نهارك سعيد.